عندنا في الجزائر 8500 صحفي، عندنا في الجزائر 180 جريدة يومية، عندنا في الجزائر 20 تلفزيون تاع خواص. ما نظن ما نتكلمش على المجلات وعلى عمرنا ولا ضيقنا على واحد، لكن كلها تسبح في يعني تسبح لا. بحمد النظام. لا 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 يعني هل هناك من في انتقادات فخامة رئيس، هل هناك من يعارض النظام و معارضة النظام وهو مدعوم من طرف الدولة بالإشهار والدعاية لا لا معارضة النظام بالأفكار وبخطط اقتصادية أخرى غير الخطة الاقتصادية تاع الحكومة ولا مطلوبة. نعم، ولكن الشتم و الدفاع عن مصالح الغير وتقاضي خارج من الخارج خارج وتقاضي اموال من الخارج. اما قضيه امنيستي انترناسيونال وهذه لا دخلنا فيها الباب. شوفي امنيستي انترناسيونال اولى بها ان تمشي تدافع على الاطفال اللي في السجون الاسرائيليه، اطفال فلسطينيين 15 سنه يزج بهم في السجون يوميا اللي قتلوا ما وجدوا الا قضيه في الجزائر.